الريال إذن يفوز على فريق برشلونة ويتجاوزه على مستوى سلم الترتيب في الدوري الإسباني. من المباريات الممتعة المثيرة، فيها كل شيء، فيها بطاقات، فيها أهداف، فيها أمطار، فيها الكثير من الأمور. صحيح، مباراة كبيرة، خصوصا نقول الشوط الأول سيطرة كلية لريال مدريد. أنا أعتقد البرسا لعب ب3-5-2، لما تلعب ب3-5-2 ما تلعبش وكأنك البرسا متاع 2014-2015 متاع لويس أنريكي أو متاع غوارديولا، الفريق اللي يستحوذ على الكرة، الفريق اللي يسيطر. اليوم ما عندكش لاعبين مميزين في وسط الميدان، ما في تشافي وإنيستا، ما في تشافي وإنيستا. لماذا حاولت أنك في بداية المباراة تسيطر على الكرة؟ وهذا الريال أعطاك، الريال ذكي ويعرف زيدان أن البرسا لما تخرجها من المناطق متاعها تجد مساحات، مساحات لما تلعب ثلاثة. شوف ذكاء زيدان، لا شاهدنا مودريتش ولا شاهدنا كروز، هما اللي كانوا، مين شاهدنا؟ فينيسيوس، شاهدنا لوكاس فاسكيس على الجهة اليمنى، شاهدنا فالفيردي وبنزيما، ثلاثة الأربع لاعبين هذوما اللي على الأطراف هما اللي كانوا الحل. لاعبين وسط أدوار دفاعية. فينيسيوس أخرج مانغويزا أصبح مدافع أيمن، بعده على أروخ، والأنجلي يغطي على ألبا، وألبا أسوأ مدافع في العالم يعني حتى الشمال المفروض ما يلعب شيء والله، الشمال تاهل درجة، في مدافع يخرج هكا بالطريقة هذه؟ نشوفه فالفيردي، ونشوفه لوكاس فاسكيز، ونشوفه بنزيما. يعني بخروجه السيء خلق عدم التوازن في دفاع فريق البرسا. لعب ألبا، ألبا من أسوأ المدافعين حاليا، اللي عوض ألبا وأنه المدرب دائما لعبه أنه في الهجوم صحيح، أدوار الهجومية، لكن في الدفاع سيء. بالمقابل بنزيما كابتن، مهاجم بنزيما كبير، بنزيما يعني مفجر بعد رحيل كريستيانو. يعني الشوط الأول رائع بالنسبة للعب هذا، يخرج المدافعين، يرجع على وسط الميدان، يعطي فرصة لفينيسيوس باش هو يسمح راس حربة، يعطي فرصة لفالفيردي باش يسمح راس حربة. ولهذا من ناحية تكتيكية زيدان تفوق، تفوق كبير، لأن أنا أقول ما عنديش فريق هجومي، أنا عندي مهاجم. هنا أيضا ألبا كان ممكن أن يخرج هذه الكرة، كان يكون ممكن يخرج. عندي ديمبيلي وعندي ميسي، وانا نهاجم طوال 45 دقيقة ومخلي مساحات كبيرة في دفاعي. ولهذا زيدان استغل العملية. ثم فريق البرسا ما يفرضش عليك ريتم، ما يفرضش عليك ريتم، كل فريق ممكن يلعب مع البرسا بسهولة. لماذا؟ لأنه ما يفرضش عليك ريتم، الريتم بتاعه مش عالي، يعطيك إمكانية باش تهاجم ويعطيك إمكانية باش ترجع للدفاع، وهذه من المشاكل الكبيرة. عكس الريال، الريال في المرتدات 200 في الساعة، فينيسيوس، بنزيما، فالفيردي، وماندي، ولوكاس فاسكيز، الخمسة دفاع متى يخرجوا وشاهدت مباراة ليفربول ماذا فعل في دفاع ليفربول؟ عندي دفاعك شباب، ديست، بنغويزا، أروخو، لاعبين شباب، حاول أنك تدافع، أنت فوش في حاجة ماسة أنك تفوز 100%. ريال هو في حاجة ماسة أنه يفوز، خلي ريال هو اللي يجيك. ديمبيلي لعب 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 مساحات، ديمبيلي ما الريال يلعب متاخر، ديمبلي ما عادش عنده مكان، ما عندوش امكانيه باش يلعب ديمبلي يلعب مساحات، ولا ما تقراش الفريق نتاعك. بقى لك ميسي وديمبلي، من سيهاجم في لعب بيدري ولعب بوسكيتس؟ بوسكيتس اذا قارنوا بصلاح، اذا قارنوا مباراه بوسكيتس ونقارنوا مباراه كازيميرو، يعني ما ثماش مقارنه. كازيميرو البارح معناتها شرس يلعب شراسة، والتغطية الدفاعية على المدافعين متاعه البارح ما شاهدناش محور الدفاع، لأنه هناك تغطية كبيرة. ماذا فعل كازيميرو ومعه مودريتش ومعه كروز؟ يغطيه ثلاثة المدافعين، مندي، لوكاس فاسكيز، فالفيردي يرجع وأسانسيو وفينيسيوس يرجع في المرتدات، الأطراف هما اللي يروحوا، لان وصل ميدان عندهم شكون، فالفيردي يروح، فينيسيوس يروح، بنزيما يروح، ولنا خلقوا مساحات، ولنا معناتها لقاو الحلول وخلقوا تقريبا ثلاثة أربع فرص، كرة على العارضة الأولى وكرة على العارضة الثانية، تسديدات من فالفيردي، تسديدات من مودريتش. البرسا ما كانش موجود في الشوط الأول، ولهذا لنا المدرب كومان ما لعبش بالطريقة ذيك، خلي الريال يجيك، خلي الريال، حاول أنك أنت تلعب بالمرتدات، لأنك تلعب بمهاجم ونصف
مهاجم، وعندك ميسي يرجع الى وسط الميدان للسيله، بيدري واللاعب واللاعب ديونغ محاصرين لي لما يخرج مودريتش، ما تبقى الاطراف، الاطراف عملوا كل شيء. ريال مدريد هنا ذكاء زيدان انه لعب على الاطراف. مندي خرج ديس، ديس مسكين من ناحيه تكتيكيه لعيب جدا، ديس ولا مره رجع عاون فينيسيوس. لو تلاحظ 45 دقيقه الاولى مسكين منغويزا دائما هو فينيسيوس، واحد ضد واحد اللي يخرج هو ارو، ديس ولا مره رجع. لماذا؟ لان فينيسيوس لعب تقريبا على الخط وخرج لعب منغويزا، واللعب الكل في ظهر منغويزا، تقريبا تمريرات الكل في الشوط الاول في ظهر منغويزا. هنا ديس تلعب 3-5-2، في 3-5-2 لازم ديس يرجع في بعض الفترات هو اللي سان لعب منغويزا، لعب على الجهه اليسرى لازم يرجع شو اسمه الابا، والانجلي هو اللي يقوم بالتغطيه، لكن اكثر الوقت فالفيردي واللاعب واللاعب فينيسيوس لعبوا على الانجلي ولعبوا على منغويزا، بقى اروخو وحده. وزيدا في الهدف الاول شاهدنا ظهر الابا وظهر ديست، اثنين اماكن مساحات مكشوفه مكشوفه وذكية. لو لاحظت الكرات الطويله في ظهر المدافعين كلها خطيره الجهه اليسرى، دائما لعب في ظهر المدافعين. يعني فينيسيوس كابتن لو عنده فينش انهاء ما شاء الله، سجل 4-5 ريال امس في المباراه الاخيره بصراحه. ارنولد فواه كابتن طارق، ارنولد فواه فينيسيوس. شوف هذه الكره مثلا، هذه الكره مثلا كره هدف، شوفوا كره هدف فرق سرعه. يعني حتى ال10 دقائق في الشوط الثاني 15 دقيقه يعني سيطره كليه لريال مدريد، وبعد لما غير ودخل اللاعب غريزمان وتحسن اداء وسط الميدان الفريق خلق اثنين او ثلاثه فرص. لكن من الناحيه التكتيكيه الريال كان واضح انه افضل بكثير من، واستغل معناتها ضعف فريق البرسا هو المساحات، هو الكرات الطويله. لاعبين البرسا ما يحبوش يجريوا 50 و60 متر، بوسكيتس ما عندوش امكانيه باش يعمل 50 و60، ديونغ ما عندوش امكانيه باش يعمل 50 و60 متر، اللاعب بيدري ما عندوش امكانيه، وهذا لعب عليه زيدان ان جرى البرسا التمريرات الطويله والتحرك ب 50 و40 و60 متر، هذه بطبيعه الحال خلق عدم التوازن في الدفاع وسجل اهداف. كنا نركز كثيرا على الجانب التحكيمي وعلى حمد دقيقه تفضل. مبروك للشمال، الشمال تأهل درجة أولى. الشمال تأهل درجة أولى صحيح. بالعكس أنا خوالي الجمهور إذا جاكم ألبا ما تلعبوش أقل مستوى، مبروك عليهم أقل مستوى. لا عندهم ظهيرين تمام الشمال أحسن هذا هو، فما يحتاجون أصلا مكانه محجوز عندنا في الخماسي. خذوا أنت تحب بس خذوا فريق، بس ما يقدر يلعب خماسي لأنه يحتاج مساحة. مهاري يا أخي، أيوه بس واحد ضد واحد وبتاع وبيسجل أهداف، بس ما راح يحصل مساحة. أنا محمد مدرب ما بدافعش، بس هو ما راح يحصل مساحة لأن قدامه راح يكون حاتم طرابلسي. صح هيبقى واقف. سالتك عن تصريحات كومان على الجانب التحكيمي ثم عن قدره زيدان على الفوز وعلى اخراج الريال من الظروف الصعبه في اكثر من مره هذا الموسم وفي مواسم سابقه. اولا نتكلم على لقطه براسويت اللي اتكلم عليها كومان، هي ضربه جزاء؟ اه ضربه جزاء. مندي شده، مندي شد ضربه جزاء. فالامور اعتقد ان ما اعرفش الفار خد قراره ازاي، انما هي ضربه جزاء طبعا، لان مندي بايديه اليمين شده فضربه جزاء. انما زيدان ده لا يبخس حق زيدان، لان قرار تحكيمي هو مش متداخل فيه او ملوش ذنب فيه. زيدان كسب برشلونه وكسب ليفربول في خلال 4-5 ايام بمجهود بدني وبتنوع تكتيكي كبير. هذا اصعب اسبوع في الموسم على الريال طبعا، ليفربول برشلونه ليفربول، وده اللي يخوف ريال مدريد في ماتش العوده قدام ليفربول، لانه بذل مجهود كبير في المباراتين قدام ليفربول وبرشلونه، وهو خرج لاعبين مهمين في الدقيقه ال70. يعني كان يلعب الكلاسيكو ويفكر في الشامبيونز ليج، وما غيرش ولا كروز ولا لوكا ولا مودريتش ولا كازيميرو في المباراتين، اخرج بذل مجهود كبيره جدا. فبالنسبه له التحضير النفسي والتكتيكي بالنسبه للمباراتين كان امتياز. نتكلم بقى على بنزيما. بنزيما لو ريال مدريد خد الدوري وخد دوري الابطال، فضل يا بنزيما خد الكره الذهبيه، وضع طبيعي، لان لعيب بيقدم مستويات كبيره وسبب رئيسي ان ريال مدريد ينافس حتى الان في الدوري وينافس حتى الان في دوري الابطال. فلو ريال مدريد خد الدوري وخد دوري الابطال، كريم بنزيما يخش خد الكره الذهبيه، ده وضع طبيعي، زي ما ليفا خدها الموسم الماضي في دوري الابطال
هذا الرجل يستحق. تعرض لانتقادات كتيرة قوي قوي، وكان موجود رونالدو والناس دايما بتدي المدح لرونالدو، ده وضع طبيعي. انما هو الان يعيش افضل فتراته، افضل فتراته على المستوى الصناعه، على مستوى التهديف، هدف مميز جدا، تحركاته داخل منطقه الجزاء، خارج منطقه الجزاء، فالتسجيل والصناعه، فالنهارده امكانيات كبيره. فزيدان تعامل مع معطيات المباراه تعامل مميز، عنده مهاجم بيقوم بكل الادوار بالتسجيل وبالصناعه، فاعتقد انه تنوع كبير بالنسبه لبنزيما. فانا بقرر تاني، لان هذا الرجل يستحق كل تقدير ومدح، والان الجوائز الفرديه لازم تنصفه، لانه بيقدم افضل فتراته وافضل مستوياته مع ريال مدريد. دعنا نتوقف عند ابرز ما جاء في الصحف الاسبانيه مباشره بعد نهايه الكلاسيكو بفوز فريق ريال مدريد على برشلونه بهدفين لهدف واحد تحديدا عند الماركا واللاس ماركا. توقفت عند زيدان واشادت به وذكرت بانه قدم دروسا كرويه للكثير من المدربين مثل كومان وكلوب وسيميوني وغاسبريني وايضا كونتي. هذا في صحيفة الماركا، أما في صحيفة عاس الإسبانية أو في الماركا كذلك جاء الحديث عن بيكي وحديث بين مودريتش وبيكي، لحظة خروج مودريتش من الملعب ودخول بيكي الحديث مع حكم المباراة. نقل هذا الحوار بأن مودريتش قال لبيكي مرة أخرى جئت الحديث مع الحكام والاحتجاج والبحث عن الأعذار بعد الهزيمة. كانت محمد يعني هو طبعا وضع طبيعي ان هو حس بالظلم وان الحكم ظلمه في موضوع لقطه ضربه الجزاء، وده وضع طبيعي بالنسبه لبيكي، دايما بيدافع، تحس ان هو المدافع الاول عن النادي او عن حقوق النادي، ودي بتحصل بعض اللقطات ما بين الاثنين لعيبه الكبار. فانا زي بقول لك يا محمد، ده لا يبقى حق ريال مدريد ان هو كسب برشلونه رايح جاي من 2007 2008 ايام شوستر، لم يكسب ريال مدريد او مدرب ريال مدريد برشلونه ذهابا وايابا. زيدان لعب 11 مباراة في مختلف الدوريات سواء دوري الأبطال أو الدوري الأسباني مع أكبر الأندية، ما خسرش ولا مباراة، كسب 10 وتعادل 1. فالنهاردة زيدان بالنسبة له حاجة كبيرة، وبيكي زي ما بقول لك ده وضع طبيعي إن هو دايما تحس إن هو المدافع الأول عن النادي، حتى قبل ما يجي لابورتا تحس إن هو حتى في المدرجات رئيس النادي بالإنابة، يكلم الحكام، يتكلم في الصحافة، لكن على المستوى الفني في الملعب في آخر موسمين ثلاثة لم يقدم إضافة كبيرة للفريق، كثير من الأخطاء بيكي. لا لا بصراحة لا، مشكلة الفريق مشكلة دفاعية. لماذا اليوم أروخو يلعب ومانجويزا لهنا يحصل بالمدرب كومان؟ أنه أعطى الكثير من فرص اللاعبين الصغار، أعطى فرص كثير اللاعبين. بيدري 18 سنة، بيدري يلعب في ضد ريال مدريد، ضد كروز وضد مودريتش، ضد لاعبين عندهم خبرة. شاهدنا ديست عمره 20 سنة، أروخو صغير عمره 20 و21، مريابا شهدنا كثير من الأسماء. صحيح، هذا يحسب لي ويحسب لكومان أنه 9 مباريات لم ينهزم خارج القواعد، لكن لما تلعب ضد الريال ما تلعبش بالطريقة هذه. الريال في حاجة أنه يفوز بثلاثة نقاط، الريال في حاجة أنه لازم هو يهاجم، لأنه يعني اليوم الريال لعب ضد ليفربول قبل 4 أيام، والريال في الشوط الأول كان حاضر بدنيا أكثر من برسا لهنا شيء، لأنه يعني البرسا ما يلعبش بريتم، ما يتعبكش البرسا. لو الريال يلعب ضد ليفربول ويلعب بعد يوم ضد خطاف ويلعب ضد البرسا، الريتم يلعب به الريال اقوى من البرسا، لان البرسا ما يلعبش بريتم. لكن شويه سوء بوسكيتس هو اللي يعني في اللحظه الاخيره كان ممكن يتعادل برشلونه، كانت عنده فرصه، كان ممكن تعادل، وكان هناك ضرب جزاء وكان يتعادل، لكن كمباراه الريال كان زيدان أفضل. كان أذكى. زيدان كان افضل، صح. تحس أن هناك طريقة لعب، تحس أن هناك خطة يلعب بها زيدان، تحس أنه يحاول أنه يسحب البرسا في اللعب متاعه، أنه خرج البرسا، أعطاه الكرة، خرجوا من المناطق متاعه ولعب بالمرتدات، رغم أن كما قلت أن قبل 4 أيام لعب ضد ليفربول وكان معناتها مرهق بدنيا، ولهذا البرسا لازم استغل العامل هذا، لكن البرسا كان يلعب بريتم بطيء. البرسا معناتها ما تعبش الريال، ما ثماش سرعه، ما ثماش حلول في الهجوم، خصوصا الشوط الاول البرسا ماذا الا الكره ركنيه نتاع ميسي، في الشوط الثاني خلق فرص، صح. ولهذا اعتقد ان الريال تحضيره للمباراه والريال اللاعبين نوعيه اللاعبين في الريال افضل من البرسا، نوعيه معناتها
هناك اللاعب السريع، هناك اللاعب المميز في التمرير، هناك اللاعب القوي بدنيا. هذه اخطر فرصه كانت في الدقيقه الاخيره، هذه الدقيقه الرياضه مثلا. هذا اللاعب، هذا اللاعب المفروض انا اللاعب هذا يكمل اللعب ونضع مكان بوسكيتس. صحيح. انت صغرت، شببت كمل اللاعب هذا ممتاز، اللاعب هذا صغير عمره 18 سنه. صحيح. ولعب عندهم كانت اللي عملوا في 10 دقائق ما عملوش بوسكيتس في المباراه الكل، سدد 3 تسديدات وسدد على القائم وسدد كره راسيه، سجل في المباراه السابقه وسجل بوسكيتس. الناس الكل اللي تلعب البرسا يلعب على ريتم بوسكيتس، مش معقول. تشوف كازيميرو، يعني كازيميرو كان بصراحه مجرم في المباراه هذه، يعني الضرب العب بقوه واندفاع وروح شيء، وبوسكيتس ما عندوش امكانيات. بوسكيتس ما عادش عنده امكانيات، بوسكيتس ما نجمش يعمل 30 متر، بوسكيتس يحب يلعب في 100 متر مربع. لا، الكره اليوم وكل فرق الكل الكبيره لما تلعب ضد البرسا تعرف ضعف البرسا، كلهم يجريوا البرسا، يخرجوا البرسا المناطق نتاع، يلعبوا له ب 40 و 50 متر ويضعوا لك لاعبين عندهم سرعه فائقه، وهذا بطبيعه الحال تصعب امور البرسا لانه تعود على اللعب هذا. لازم يغير المدرب كومان، باش يغير لازم يغير اللاعبين. بس لسه الدوري في الملعب يا كابتن طارق، الدوري لسه في الملعب، لسه 8 مباريات. هذا الحديث عن ترتيب الدوري. صحيح. نشاهد ترتيب الدوري بعد الكلاسيكو لنتعرف على وضعيات الفريقين وايضا على وضعيات متصدر فريق اتلتيكو مدريد للدوري الاسباني، لنجد ان الصداره مؤقتا للريال ب 66 نقطة متساويا أيضا مع فريق أتلتيكو، مباراة أقل لفريق أتلتيكو، بينما بنقطة وحيدة برشلونة أقل عن فريق أتلتيكو مدريد. وهنا التقارب الكبير بين الفرق الثلاثة مع حظوظ أصبحت أقل على الورق لبرشلونة. هيظل هذا الصراع لآخر جولة، ما تقدرش تقول مين اللي ياخد الدوري. وفي مباراة بين برشلونة وأتلتيكو، هيبقى لها النتيجة برضو عامل مهم بالنسبة للثلاث فرق. لكن ما تعتقد أن الريال أصبح الآن أقرب للفوز بالدوري؟ وضع طبيعي ان هو كان بره بقاله بفرق 11 12 نقطه عن اتلتيكو، ويرجع للتصدير لانه يكسب برشلونه في نفس الوقت يبقى متصدر، اعتقد انها تبقى دفعه كبيره بالنسبه للفريق ككل. انما الاصابات يا محمد بتاع ريال مدريد 52 اصابه خلال موسم واحد، ويتعامل زيدان تعامل معها تعامل جيد، وعمره ما اشتكى في منها لاهم اللاعبين في برازم هازارد، وعمره ما اشتكى من الغيابات والاصابات، اخرهم النهارده فاسكيز رباط صليب. فالنهارده التعامل مع الاصابات 52 اصابه ويبقى متصدر جدول الترتيب وموجود في دوري الابطال وعنده خطوه كبيره انه يوصل للسيمي فاينل، فاعتقد ان التعامل حتى الان مع التعامل مع الاصابات والغيابات تعامل مميز بالنسبه لزيدان ريال مدريد. ولازم الصحافه الاسبانيه تدي له كريدت، يقول لك هو موفق. موفق في كل حاجه، موفق في التغييرات، موفق في التكتيك، موفق في الفنيات، موفق في التعامل مع اللاعبين. فاعتقد ان هو لازم يستحق هذا التتويج او هذا المدح مع كريم بنزيما، مع الثلاثي اللي دايما في وسط الملعب دايما في بياخدوا كل العناوين المدح والاشاده بالنسبه لريال مدريد. انت حاسس بزيدان لانك كان يقول عنك انا احب زيدان. لا، كان يقولون عنك نفس الشيء، وانت يقول لك محظوظ، كان يقول محظوظ وموفق. هذا جزء من النجاح، يقول لك شوت وهو مغمض وبتركه يجيب جول، جزء من النجاح. ها، جزء من النجاح انك تكون محظوظ. لازم يعني تعترف انك، تعترف انك كنت محظوظ، بس لازم لازم تبذل مجهود. اي، انت بذلت مجهود بس تعترف انك محظوظ. لا، ده فضل وتوفيق ربنا الحمد لله، وربنا سبحانه وتعالى لا ياتي بفضله وتوفيقه للكساله. يحط رجل على رجل ويقول لك انا هكسب وهاخد بطولات، لا، اشتغل واجتهد عشان ربنا سبحانه وتعالى يديك البركه. هنا الفرق ما بين البركه، زي بقول لك بركه العمل اللي انت بتاخد بالاسباب، ويجي ربنا سبحانه وتعالى يديك بركه في العمل. وزيدان الله اعطاه البركه، لانه مجتهد، لانه مجتهد مجتهد واشتغل على نفسه، خد السلم من اوله، ما قالش انا زيدان انا اسم كبير وما اشتغلش، لا، تعب. زيدان خد رخصه التدريب في 3 سنين، زيدان لف على كل مدربي العالم الكبار، منهم بيلسا، بيلسا، جوارديولا، وبيتعلم ويقول لك ما زلت بتعلم. انت فاكر الحوار اللي ما بينه السنه اللي فاتت ما بينه وما بين جوارديولا بعد الخروج، بعد المباراة قعد الاثنين بيتعلم. فزيدان دايما بيدي دروس لكل الناس، وهو لعيب وهو مدرب.
شهدت مباراة يوفنتوس وجنوا التي أقيمت عصر اليوم الأحد حالة غضب عارمة للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم اليوفي رغم فوز فريقه بنتيجة 3-1 بمنافسات الجولة 30 من الدوري الإيطالي. وذكر موقع توتو ميركاتو أنه عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة قام رونالدو بإلقاء قميص يوفنتوس على أرض الملعب من شدة غضبه، وأضاف أن رونالدو بدا غاضبا جدا وذلك لعدم قدرته على تسجيل أي هدف خلال اللقاء ليخرج ويلقي قميصه على الأرض مشيرة إلى أن جامع الكرات التقط القميص واحتفظ به. جدير بالذكر أن رونالدو يتصدر جدول ترتيب الهدافين بالدوري الإيطالي برصيد 25 هدفا بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه روميلو لوكاكو مهاجم الإنتر الذي سجل 21 هدفا في وقت لاحق.